لا يزال أمام طلاب المدارس نحو 4 أسابيع تنقصها 3 أيام ليعودوا إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، وهذه فترة كافية للعائلات التي تريد الاستجمام والسفر إلى خارج البلاد بعد أن رفعت معظم دول العالم تقييدات الكورونا. وللحديث عن السفر في شهر آب الشهر الجاري والأسعار للرحلات في هذه الفترة من السنة، ينضم إلينا في بث حي مباشرة من الريني إبراهيم طاطور من مكتب هيريتينج تورز للسياحة والسفر. أهلا ومرحبا بك أخ إبراهيم. مساء ومساء كل المشاهدين. بداية أستاذ إبراهيم طاطور، هل الإقبال على السفر في شهر آب الشهر الجاري شبيه للشهر الماضي؟ هل نسبة المسافرين أكثر أم أقل؟ ما هي صورة الوضع؟ حاليا احنا لسه بأول شهر 8 أو شهر أغسطس، إنما شهر 7 كان البداية شوي مش كتير قوية، إنما بالنص الثاني من شهر 7 شدت شيء مش طبيعي وغير مسبوق، كان وكان طلب كبير جدا جدا على كل المناطق او كل الديستنيشن للسياحه، كان طلب جدا كبير. اذا ما هي الوجهات يعني الاكثر موجود. الوجهات الاكثر اقبالا للسفر؟ طبعا حاليا شوي انقلبت الايه، كنا في الاول تركيا هي رقم 1، بس اذا بناخذ تركيا كاسطنبول وكانطاليا وكما بودروم وك فتحي وكترابزون طبعا بتضلها هي رقم 1، انما التوجه الثاني في الوسط العربي، انا بحكي مش في الوسط مش بكل اسرائيل، التوجه الثاني او الاكبر صار حاليا هو لاتجاه شرم الشيخ او سيناء. نعم، بالنسبه للعائلات اريد ان اسالك عن العائلات نفسها، لنقسم جمهور العائلات الى اقسام. لو سالتك عن جمهور العائلات اب وام مع اطفال، اي اماكن استجمام افضل لهم برأيك يعني حسب من ناحية السعر؟ وماذا عن الأزواج، رجل وزوجته يخططان للسفر، أي أماكن تنصحهما وكم تكلف مثل هذه الرحلات؟ يعني الزوج وزوجته، خلينا نقول الناس شوي الكبيرة أو البالغة الناضجة مش من غير أولاد، طبعا رحلات منظمة لأوروبا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، هاي اكثر مفاد، يعني بحبوا رحلات منظمه عشان يكون عندهم كل شيء مترتب وواضح، وفي عندهم من يتكئوا عليه، في عندهم المرشد المحلي، في عندهم المرشد اللي طالع معهم، يعني هاي اسهل لهم. خلينا نقول بالنسبه للعائلات اللي معهم اطفال، اكيد طبعا التوجه بيكون اكثر للمناطق الاستجمام والراحه مثل أنطاليا، مرمرس، بودروم، شرم الشيخ، طابة، نويبع، دهب، إنما أكثر يعني أكثر خلينا نفسرها مي وبحر. أستاذ إبراهيم، أريد أن أسألك عن الشباب بالذات، خصوصا أن هناك مغامرات يعني يذهبون إلى الفلبين، إلى أماكن بعيدة، إلى أمريكا الجنوبية، أي الأماكن المناسبة لهم يعني الشباب العرب هنا في المجتمع العربي؟ ما هي تكاليف الرحلات؟ يعني كم تكلفهم؟ شوف، بالنسبة للشباب، أو الشباب لا يختلف عن الشباب العربي أو عن الشباب اليهودي أو الشباب الأجنبي، إنما الشباب اليهود خلينا نقول اللي بياخذوا اللي بسموهم هم ترملائيم، يعني اللي بياخذوا جنوب أمريكا، بياخذوا فلبين، بياخذوا تايلاند، هاي بيكون عندهم ثقافة مبدئية قبل ما يدخلوا الجيش، إنه هاي هذا هو الرحلة تاعيتهم، أو ما يسموه تيول أخريات سرا، او الرحله بعد الجيش حتى يستعيدوا كل قواهم اللي ضيعوها او حطوها بالجيش. الشاب العربي يختلف اختلاف كلي في التفكير تبعه، يعني نادرا جدا ما نلاقي مجموعات او شباب كثير كبير اللي بتحب تروح لهي المناطق. طبعا في، انا ما بقول انه ما فيش، مش موجود، لا موجود، انما يعني النسب تتفاوت، نسب ضئيله، مش نسب كبيره زي عند اليهود وتختلف. وطبعا هاي الرحلات مكلفة جدا، خاصة انها الرحلات تذاكر طيران بهاي الفترة جدا غالية جدا جدا، والمواصلات المحلية والتنقلات برضو مكلفة، فطبعا بدون ادنى شك بتكلف رحلات من النوع. نعم، اريد ان اسألك عن سر اقبال الجمهور الاسرائيلي
وأنا أقصد من المجتمع اليهودي على السفر إلى شرم الشيخ. نعرف أن شبه جزيرة سيناء مفضلة لدى هذا الجمهور، لكن شرم الشيخ لم تحظى بهذا الإقبال الكبير في سنوات سابقة. شرم الشيخ حظت بهذا الحظ، خلينا نقول الكبير، بعد ما السيد نفتالي بنت رئيس الحكومة زار شرم الشيخ مع والتقى مع سيادة الرئيس السيسي، وهناك اتفقوا على انه الطيارات ترجع الى مجراها. وحاليا في عندنا اكثر من 12 طيارة اسبوعيا على شرم الشيخ، فهذا أعطى الجمهور اليهودي أو الجمهور الإسرائيلي بين قوسين طمأنينة وأمان إنهم بيقدروا يسافروا، بيقدروا، وخاصة إنهم رفعوا الحظر عن السفر لسيناء. طبعا رفعوه، كان من الدول المحظورة السفر عليها، فسبب إنه يكون في إقبال كبير كتير. وناهيك عن ذلك انه سعر الاوتيلات ارخص بكثير من حتى اسرائيل نفسها، يعني ان كان ايلات او ان كان طبريه او البحر الميت عندنا، او حتى في مناطق سياحيه اخرى مثل رودوس، كريت، انطاليا، اليونان، يعني كل المناطق اللي حوالينا شرم الشيخ بتضلها ارحم بكثير من الدول المجاوره لنا او المناطق المجاوره لنا. أخي إبراهيم، عند إعلان السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة، جرى حديث عن خفض الأسعار تذاكر الطيران إلى الهند والشرق الأقصى، هل حدث ذلك بالفعل؟ شوف، بعدنا احنا لسه ما دخلوش الأسعار الجديدة أو شو بسموها الحلة الجديدة للأسعار. احنا لسه بنحكي فيها بنفس الاسعار يعني اللي كانت موجوده قبل، على بال ما تنزل في السكيدجول تبع الطيران، اذا كان طيارات العال او الطيارات الاسرائيليه التي سيسمح لها بالمرور من فوق الاجواء السعوديه، اكيد راح نشوف في اختلاف بالارقام، بس حاليا لحد لسه ما شفناش الاختلاف هذا موجود. اخي ابراهيم، سؤال هام يعني يهم المشاهدين. قبل شهر كانت هناك قضيه عدم توفر ادوار لتجديد جوازات السفر ويحتاج وقت طويل، هل لا زالت هذه القضية أو المعضلة قائمة حتى الآن؟ وما زالت مستمرة حتى اليوم، مع أنه طبعا الضغط نزل شوي أو خف، ولكن بعده نفس الشيء. إذا بتحاول اليوم تتقدم على أنك تأخذ دور عشان وزارة الداخلية تعمل تقدم على باسبور جديد، طبعا شهرين وثلاثة وأربعة، ويمكن تكون منطقة الناصر يعطوك منطقة بير السبع، وإذا أنت كنت منطقة حيفا ممكن يعطوك بروش بينا، وهكذا بعدها قائمة هذه المنظومة. رغم إن فتحوا كمان شو اسمه مكتب يطلع باسبورات لسنتين في رماد جان، في كانيون رماد جان، على المحل بيطلع لك الباسبور اذا انت مقدم عليه. وطبعا نفس وزاره الداخليه الموجوده في المطار برضه شغاله 24 ساعه، بغض النظر عن يوم الجمعه بعد الظهر والسبت، كل النهار طبعا بيشتغلوش. اخ ابراهيم، سؤال اخير اريد ان اسالك في النهايه عن تفضل. المونديال الذي طبعا ستجري مبارياته في قطر. هناك من حجز تذاكر طيران للدوحه، لكن سمعنا أن أسعار الفنادق في قطر مرتفعة في فترة المونديال، ماذا لديك من معلومات عن ذلك؟ طبعا الأسعار مرتفعة بكل مكان بيكون فيه حدث عالمي من النوع، حتى لو كانت بإسرائيل. يمكن احنا زيارة بايدن لإسرائيل قلبت الدنيا كلياتها، وهي كلياتها كانت أقل من 48 ساعة بعتقد، أو فكلبت الاسعار وكلبت الميازين الاوتيلات وكلبت ميازين الشوارع. فكان بالحري انت بتحكي على حدث كبير زي المونديال، طبعا اكيد الاوتيلات بترفع سعرها، واكيد في بيكون طلب غير مسبوق على الاوتيلات وعلى المحلات هاي كلياتها. طبعا اكيد يعني راح يكون سعر عالي جدا جدا فوق الشيء العام. شكرا لك الأخ إبراهيم طاطور من مكتب هيريتيك تورز للسياحة في الريني، كنت معنا مباشرة من الريني. أشكرك. شكرا. أشكرك. شكرا لك.